إلى ولاية أدرار، حيث عقد المجلس الجهوي بالولاية صباح اليوم بمدينة أطار دورته العادية الرابعة للعام 2022 تحت رئاسة السيد بومبو لفرك النائب الأول لرئيس المجلس الجهوي وبإشراف الوالي المساعد لولاية أدرار السيد سيداتي القطب. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة المصادقة على مشروع الميزانية الأصلية لسنة 2023 بعد مناقشته، كما يشمل جدول الأعمال عرض تقرير عن وضعية المستشفى الجهوي بأطار إضافة لنقاط متعددة تتعلق بتحقيق التنمية المحلية على مستوى الولاية من خلال خلق مشاريع تنموية تحقق النهضة التنموية المنشودة. وبعد الاجتماع عبر الوالي المساعد لولاية أدرار عن أمله في أن تنعكس نتائج الدورة الحالية على واقع المواطنين بالولاية. نتشرف بالإشراف اليوم على انعقاد هذه الدورة الرابعة لسنة 2022 للمجلس الجهوي لولاية أدرار. طبعا هذا جدول الأعمال فيه بعض النقاط لدرجة إن شاء الله نتعود تعكس مستوى تطلعات وطموحات ساكنة الولاية. يعني ساكنت الولاية في الحقيقة تعقد آمال كبيرة على ذي قالوا المجموعات المحلية اللي تعتبر جهة من ضمن أهم يعني الفاعلين فيها وأهم اللي يعني المؤسسات اللي يلا تقوم بالدور المنوط بها اللي حدد لها القانون واللي في الحقيقة أساسي فيها لا هو تنمية الولاية وتنمية ساكنة الولاية دعمها في نشاطاتها المختلفة. إذن كما قلت راجلها إن شاء الله عندها تعود دورها تكلل بالنجاح إن شاء الله وتعود ومدي تأخذ بنتائج تعكس طموحات ومصالح ساكنة الولاية.